طيفه النوعير بهدفين دون مقابل، ويعود الفضل في فوز الوحدة إلى مهاجمه عبد الرحمن عكاري الذي أحرز الهدفين في الدقيقتين 45 و70. في بقية المباريات فازت تشرين على الفتوة بهدفين لهدف، الجزيرة على حطيب بالنتيجة ذاتها، الشرطة على الطليعة بهدف وحيد، والكرام على أمية بالنتيجة ذاتها. تتجه الأنظار غدا إلى استاد جابر الدولي في الكويت، حيث يلتقي الاتحاد السوري مع القادسية.